حكيم زياش خصو يكون في التشكيله، لا هو لا حمد الله لا مزراوي، هذوك ضروري خصهم يكونوا، فهمتني؟ انا كنرفض اسم القرار ديال المدرب، وحنا كنسمعوا هاد الهضره في التواصل الاجتماعي، واش غوت عليه واش ما غوتش عليه ما عرفناش، فهمتيني؟ هذا محترف وزعما كيلعب في تشيلسي، فريق اكبر فريق في، فهمتيني؟ اكبر فريق في تشيلسي، راه شي حاجه، وزياد زعما راه غيعطي اضافه للفريق الوطني، ويخليه بلاصتو، ونتمناو فهمتيني القجاعي يعاود النظر في هذا الشيء ديالو، فهمتيني؟ نتمناو يدخل ويكون شي ان شاء الله بحول الله. صراحه سي توتا في نورمال، ماشي فوق ما فايد يقول له اجي اجي، دونك خاصهم يوصلوا لشي حاجه، جو سي با، شي يقادوا لو كونفلي بيناتهم، دونك يمشي عندو لتشيلسي ويقص هو وياه ويهضروا ويقادوا لو كونفلي بيناتهم. مي ا مون افي زعما زياش سي ان تري بون اليمون في ليكيب، الا كان زياش وحكيمي جوغ نجيبو المونديال ان شاء الله. صراحة الحمد لله ما جو سوي با زعما جو سوي با او كوران ديال سون جو وداكشي، ما متبعهش بزاف، مي بيان سور سي سان تري بون جوغ بوركوا با، حنا لو بيت فهادشي كامل المغاربة بغاو يديو المونديال تكلاصة وحدة رونالدو. فيا بالنسبة لحكيم زياش لا هو ولا مزراوي، كيبقى القرار ديالهم هما كيتحملوا المسؤولية ديالهم فيه، والمهم هو كنظن ان الغياب ديالهم لن يؤثر نهائيا على بعثه المنتخب المغربي، ربما يقدر يكون حافز على هاد اللاعبين الشباب اللي خاضوا لاول مره التجربه ديال كاس امم افريقيا بالكاميرون، وغادي يبغيو يبينوا ان رغم غياب هاد من رفضوا حمل قميص المنتخب المغربي انهم قادرين يمثلوا المغرب احسن تمثيل ويشرفوا في هاد المباراه الفاصله امام الكونغو الديمقراطيه. الاكثر من ذلك، الا كان زياش ومزراوي ما جاوش، هذا ما كيعنيش انهم ما غاديش يعمروا يجيو للمنتخب، كاين خلاف واضح مع المدرب وحيد خليلوزيتش اللي بين على انه بين النوع ديال المدربين اللي راسهم قاصح كيف كنقولوا بلغه الدارجه ديالنا، وكاين عوده دي أو ايضا ديال مزراوي لاعب بفريق برشلونه اللي كتبقى ايجابيه بحد ذاتها، رغم انه يلا راجع من الاصابه، وهذا الشيء كيطرح تساؤل على مدى الجاهزيه ديالو البدنيه ولا المعنويه باش يعطي الاضافه. ليسونسيال هو ان نهار 25 في كينشاسا خصهم يربحوا ولو غير بهدف واحد، والبقيه راه بقات على الجمهور في مركب محمد الخامس. عرفتي شنو واقع في المنتخب؟ هو داك الشيء غادي عندنا بالمقلوب. اللعاب اللي باغي يلعبوا مستعد وعبر عليها في لي ريزو سوسيو في المنصات الرسميه ديالو انه مستعد يجي، ورغم تلك الخلافات السابقه مع هيرفي رونار ومع المنتخب ما وقع قبل المنافسه ديال كاس افريقيا اللي كانت جرات في مصر، للاسف ما تستدعاش، ما تواصلوش معاه على حسب ما قالوا وعلى ما قال حتى هو، وفي الوقت اللي اللعابه اللي رفضوا انهم يكونوا حاضرين توصلوا بالدعوه. الحمد لله كيبقى لاعب كبير اللي نادرا فاش كنلقاو ان جوار اوفونسيف بهذيك الدرجه، ما كاينش غير حمد الله، كاين تسفير الرحيمي حتى هو راه ما عيطوش عليه، وهذا كيبقى اختيار ديال المدرب وكيتحمل المسؤوليه ديالو. لاعب زياش هو لاعب زوين كيلعب مزيان، ما كرهناش حنا يلعب مع الفريق الوطني، لان بزاف ديال اللعابه كيمشيو يهربوا لنا وما كيلعبوش، هما لعابه جيدين ما كيغوتوش عليهم، كتكون خصومات وهذاك الشيء وهذا الشيء ما مزيانش بالنسبه للمنتخب الوطني والمغرب كامل، يعني خاصو اللعابه يجيو ويلعبوا مزيان، حنا كنتمناو كاع اللاعبين اللي مزيانين ويقترحوا حتى الجمهور يغوتوا عليهم. لا اي لاعب يعني كيفضلوه الجمهور راه بطبيعه الحال كيلعب مزيان وكيختاروا، انا ما كنتبعش كره بزاف، وانما اللعابه ملي ما كيكونوش كيلعبوا مزيان صافي ما كتفرجش في كره كاع، لا كتكون خصومات بزاف، عرفتي كنتبعوا هذاك الشيء ديال الجامعه كيكون مشاكل كثيره، فهمتي؟ حتى اللاعب راه بطبيعه الحال غادي يغضب وغادي يمشي، يقدر ما يبغيش يجي يلعب، هذا الشيء اللي كاين، ماشي من حقه، ماشي حنا كنقول من حقه ولا ماشي حقه، انا ما عرفتش المشكل اللي واقع لي، فهمتي؟ دابا المشكل اللي واقع لي هو اللي غادي يحكم على المساله، انا ما متبعش هذه المساله ديالو هو شخصيا، لان الكره انا رفضتها ما بقيتش كنتفرج فيها بزاف قليل. الحمد لله حتى هو راه لاعب مزيان الصراحه، راه كيلعب مع شي فريق في سميتو في الخليج، كيسجل اهداف كثيره، كنسمع عليه كنشوف الاهداف ديالو، المهم كاع اللعابه مزيان يتجمعوا ويلعبوا ويكونوا فريق قوي بزاف، هادشي اللي كنتمناو. عنده الحق، حريه شو هذيك،
هو اللي بغى يجي يلعب المنتخب شعيطوا لي القميص الهولندي وقيله ورفض، قال لهم انا نحمل القميص الوطني المغربي. وملي كيرفضوا بحال هكا ما كيشاركش في كاس افريقيا راه هو غادي يكون الجواب ديالو بحال هكا. ايوا الحمد لله كيبقى الاختيار ديالو هذاك، ما عنديش عليه شي معلومه. الحمد لله كيلعب في الدوري القطري ياك ولا ماعرفش السعودي، تفرجوا في الدوري الاوروبي. زياد تقدر نقول لك كان خاصو يلتحق بالمنتخب الوطني، فاش هذا العام هذا برز على مهيئه شعاريه، حصل على كاس العالم الانديه ومشارك في عصبه الابطال الاوروبيه، ايوا راه متفوق.